أصدقائي المشاهدين والمستمعين، نقطع السطر عبر صوت لبنان. رح نحكي فيها عن موضوع الكوليرا. كل عم يحكي عن الكوليرا، رح نتابع هالوباء لأنه أول شيء معدي، وثاني شيء نقصنا فيروسات وأوبئة. بدنا نشوف من وين المصدر، شو عم تعمل وزارة الصحة، لجنة الصحة النيابية، شو بيقولوا الدكاترة اليوم والأطباء الاختصاصيين بالأمراض الجرثومية لحتى يوعوا الناس، حتى يحافظوا على صحتهم وتبقى الكوليرا بعيدة عنهم. هيدا أول عنوان رح نحكي اليوم مع ضيوفنا، الرئيس السابق للجمعية اللبنانية للأمراض المعدية والجرثومية الدكتور زاهي الحلو، ورح ينضم لنا عضو لجنة الصحة النيابية الدكتور اليوم عبد الرحمن البسري. تاني عنوان ملف الصناعة، نحن اليوم عاولين على ملف الصناعة اللبنانية لإنقاذ الاقتصاد. في بالموازنة في عناوين بتشجع كتير الصناعة الزراعيين، وطلعوا جمعية الصناعيين بيان رحب فيه بالموازنة. شو عم تعمل وزارة الصناعة؟ ماذا عن المصانع الغير مرخصة المنتشرة على الأراضي اللبنانية، التهرب والتهريب، غيرها من العناوين رح نحكيها مع ضيفنا وزير الصناعة بحكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشيكيا. قبل ما نبلش هالعناوين، خلينا نحكي عن لعبة الدولار المستمرة على غاربها، وأهل الدولة بس عم يكتفوا بعد الأرقام هبوطا وصعودا. ليش ما بينوضع حد للمنصات اللي عم تلعب بالدولار، وأهل السياسة منهم والمصارف وكله عم بيلعب، بعضهم عم يتعاملوا المعنيين بملفات وأزمات متلاحقة بحبة أسبرين بوقت المطلوب جراحة سريعة لعمليات إصلاحية منتظرة، ووضع قطار الإنقاذ على السكة السريعة اليوم. حرب الإبادة الدولارية ضد اللبنانيين مستمرة، طالما المسؤولين بعدهم عم يسرحوا ويمرحوا وملهيين بمواضيع تانية ليحموا حالهم. وأيضا بالمقابل عم بيصير في إمعان بالتنكيل بالشعب المغلوب على أمره. بوحت الحناجر من كثرة الصراخ والعوز بالمواضيع الاجتماعية. على كل حال، ما بيموت حق وراء مطالب، وحق اللبناني بالعيش الكريم مقدس، فانتبهوا كتير منيح وتحسسوا رؤوسكم، يوم الحساب لابد آتي بيوم من الأيام. هلأ اللي أتت لعنا الكوليرا، نحن ما لحقنا خلصنا من كورونا إلا إجت الكوليرا. من وين اجت يا ترى؟ هل هي محلية أم مستوردة أم نص هيك ونص هيك؟ هل اجتنا من سوريا؟ كيف عم تشتغل الدولة اللبنانية للحد اليوم من الكوليرا وانتشارها؟ لأنه بكفي المستشفيات ما عندها القدرة الاستيعابية، ومش قادرين الناس يدخلوا على المستشفيات. على الخط مباشرة الرئيس السابق للجمعية اللبنانية للأمراض المعدية والجرثومية الدكتور زاهي الحلو. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك يا نوال، يعطيك العافية. الله يعافيك، شكرا لك. يعني عم تتطور الكوليرا عنا، هل في خطر انه من انتشار سريع لهالوباء برايك دكتور؟ يعني اذا ما اتخذت الاجراءات اللازمه سريعا اكيد في، لانه المعروف انه الكوليرا سريعه الانتشار. يعني هيدي المشكله فيها. هلا اذا على بكير اتخذ الاجراءات اللازمه فينا نحد من انتشارها وما نخليها توصل لكل المناطق اللبنانيه، لانه هي بالوقت الحاضر محصوره بمنطقه عكار. نعم. وعم تقول المصدر من وين؟ الأرجح إنه المصدر من سوريا، لأنه هي كان في حالات عديدة بسوريا بالفترة الأخيرة، ونعرف إنه صار في وباء بسوريا، والإصابات بلشت بالمناطق القريبة من سوريا على الحدود السورية اللبنانية بعكار، وصارت تنتشر بالمنطقة هوني. فيعني الأرجح إنه المصدر من هوني. بس نحن عنا أرض خصبة دكتور زاهي الحلو لانتشاره، عنا الأمن الغذائي. بعدة أسباب، لأنه أول شيء النفايات مثل ما بتعرف إنه ما كان متراكمة، وبعد ما عم بيكون في حل لأزمة النفايات. بعدين مياه الشرب، يعني اللي هي أكتر وسيلة لنقل الوباء، كمان منا في مناطق كتير الماء منا نظيفة، في مطارح المجارير توصل على الماء، يعني كمان هيدا
بيأثر كتير، لأنه بنعرف إنه الكوليرا بتنتقل بالبراز بالخروج وبالمي الملوثة وبالأطعمة الملوثة بمياه كمان ملوثة. فيعني طريقة النقل الوحيدة هي هالطريقة، يعني ما بينتقل مثلا مثل الكوفيد بالنفس أو شيء، لا أبدا هذا الشيء مش موجود. الكوليرا بتنتقل بالأكل، بالمياه، مياه الشرب اللي منا نظيفة، وبتنتقل كمان اكيد بالايدين اللي هي وسيله كثير كبيره لنقل البكتيريا الكوليرا اللي بسموه فيبريو كوليرا. نعم دكتور زي الحلو، اليوم يعني في غياب ما بنعرف إذا كبير ولا لا للتلقيح، يعني وهذا كمان سبب أساسي لانتشار وباء الكوليرا. يعني في كتار من الأطفال مش عم بيتلقحوا نتيجة الغلا ومش قادرين يروحوا عند الطبيب، وكمان ايه هلا يمكن اللقاحات مش عم تكون موجودة بشكل كامل بالمراكز الصحية الأولية. نعم، هلا بالنسبه لبقيه اللقاحات صحيح اللي عم تقولي، هلا بالنسبه للكوليرا هو صار لزمان ما صار في وباء كوليرا، يعني من زمان كثير، يعني مشان هيك ما بقى عم يتلقحوا للكوليرا لانه كان غائب هالوباء صار له فتره طويله. هلا رجع مؤخرا بسوريا، هو اكيد نتيجه عدم الـ يعني المونك ديجيان، يعني يعني عدم النظافه، يعني وقت بيكون في نقص بالنظافه بينشا الكوليرا. مشان هيك صار له فتره طويله كان غائب، هلا رجع بعد غيبه طويله، وما كانوا عم يعملوا لقاحات لانه ما كان في لزوم له لانه غايب من زمان يعني. ايه بس اللقاحات فهلا بشكل اكيد عام هلا بيرجع دكتور، يصير في لقاحات، هلا اكيد هلا ايه بس بيرجع بشكل يصير في عام لقاحات. اللقاحات بتأمن المناعة صحيح غير لقاحات اكيد كوليرا، بتأمن المناعة. نعم واليوم لأنه صحيح في غياب للقاحات مثل ما قلنا بسبب الوضع الاجتماعي والصحي وغيره، في كتار من الأطفال مش عم يتلقحوا، يعني بتصير صحيح المناعة قليلة، مش هيك؟ صحيح صحيح. نعم. انا طيب بس اليوم انا اقول انه بالنسبه للكوليرا ما كان عم بيصير في بالبروجرام تبع اللقاحات نعم لقاح الكوليرا لانه كان غايب من فتره كثير طويله يعني. نعم طيب شو هيدي هي العوارض؟ يعني اليوم كل ما إنسان هيك عالية حرارته بنقول يا الله ممكن يكون كوليرا، شو هي العوارض تحديدا لنحن نعرف إنه منصابين بالكوليرا؟ هلا الكوليرا بيعمل اكيد اسهال واستفراغ وبينشف الجسم، خاصه عند الاطفال وعند الكبار بالسن كتير، يعني بصير عندهم بينشف جسمهم وفيهم يموتوا من وراء هالنشاف هيدا، من وراء نقص المعادن والاشياء الاساسيه بالجسم بسبب هالاسهال القوي اللي بيصير من وراء الكوليرا والاستفراغ يعني. وبيعمل اكيد حراره مرتفعه وانحطاط بالجسم وكل هالامور هيدي يعني، نعم اللي بتصير من اي تسمم غذائي اذا بدك، لانه هو بينتقل بالمي مثل ما سبق وذكرنا، وبالاكل الاطعمه الملوثه، الخضار والفاكهه مثلا اللي منا مغسله مزبوط او مغسله بمي منا نظيفه. نعم وكيف بدنا نحمي حالنا؟ يعني اول شيء لازم يصير في تنظيف لكل شبكات المياه للقصادر، ينتبهوا اذا في مطارح عم بيكون في المجارير يعني متواصله مع المي. بعدين الحالات اللي لازم تنكشف على بكير وتنبعت على العلاج على بكير لحتى ما يمتد اكثر وما يصير في انتشار، لانه مثل ما قلت لك بالاول انه انتشار الكوليرا سريع، فمشان هيك لازم نحده على بكير قبل ما يصير في هالوباء بكل الاماكن. يعني هلا لازم يصير في مثل تاسك فورس، يعني انه تجنيد لمنطقه عكار بالذات، لانه هي اكثر منطقه هلا حاليا فيها الوباء، مش موجود بغير مطار نعم ان شاء الله تضل محصوره يعني ما تنتشر اكثر. أنا بدي أشكرك ضيفي اليوم الرئيس السابق للجمعية اللبنانية للأمراض المعدية والجرثومية دكتور زاهي الحلو، أهلا وسهلا فيك. على أمل شكرا يعني لك الدولة كمان. اللبنانية تحد من الانتشار، بس كمان يعني لحتى هلأ ننظف مجاري الصرف الصحي، ويعني ونقوم بكل العناوين، يعني بدها وقت. على وانتبهي هالأمل النفايات، نعم ما ننسى النفايات، ما ننسى نعالج مشكلة النفايات اللي عم تتراكم بكل المناطق، والنفايات فيها تكون سبب للكوليرا ولغير غير أوبئة، فلازم مشكلة النفايات كمان اللي أقولها حلول سريعة، لأنه كمان عم تتفاقم مشكلة النفايات. نعم عندنا كل يعني التسهيلات ليصير عندنا كوليرا كتير، مش هيك؟ صحيح 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 عندنا التسهيلات ليصير عندنا كوليرا. على كل حال بدي اشكرك الدكتور زاهي الحلو، رح ينضم لنا شكرا هلا عضو لجنه الصحه النيابيه النائب دكتور عبد الرحمن البزري، اهلا وسهلا فيك عبر صوت لبنان.
يا هلا، تحياتنا لإلك وللي عم بيسمعونا وللزاهي إذا بعده على الخط. نعم، إيه تفضلي. يعني اليوم عندنا كل التسهيلات مثل ما قلنا لحتى انتشار الكوليرا، شو عم نعمل؟ يعني اليوم تحدثتوا بلجنة الصحة النيابية عن مع وزارة الصحة عن جملة إجراءات ستتخذ للحد من انتشار وباء الكوليرا، شو هي دكتور بزري؟ ليك خليني اقول لك قبل ما هدك الكلمتين الصغار، نحن بلبنان وبالعالم في استعداد كبير نتيجه ظروف معينه بنحكيها بغير حلقه، ليش بدها تبين امراض جديده، لكن نحن بلبنان اضافه لهالظروف العالميه عندنا اسبابنا الخاصه لحتى تبين الامراض وتظهر عندنا، خصوصا هو ما يسمى انهيار وعدم كفاءه البنيه التحتيه الصحيه. شو البنية التحتية الصحية؟ يعني المي والكهرباء والصرف الصحي والمياه المبتذلة وكلهم غيره. ونحن بلبنان هلأ نعيش في زمن قبل لما كانت المدن تتأسس وما كان فيها لا مجرير ولا مي ولا غيرها، وكان مرتع على انتشار الأمراض والأوبئة، إضافة إلى عدم قدرتنا على شيل النفايات، إضافة إلى عدم قدرتنا على يعني حماية أنفسنا نتيجة كمان انخفاض كبير بمعدلات التلقيح عند الأطفال بسبب الظروف اللي مرقت على البلد، منها الكورونا ومنها الوضع الطبي ومنها انقطاع اللقاح بفترة، يعني كلها ظروف متراكمة. لذلك نحن علينا نفكر مرة تانية، نرجع من باب الصحة العامة. نحن لهلأ كنا عم نفكر زي كأنه مسؤوليتنا الصحية هي طبابة واستشفاء، نحن عنا مسؤولية صحية بنفس أهمية الطبابة والاستشفاء، وربما أهم هي 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 مسؤولية الصحة العامة، هي مسؤولية الوقاية. يعني نحن كيف العالم لما تطور والناس لما صارت عمرها أطول أعمارها أطول وتعيش أكثر وصحتها أفضل، مش لأنه اخترعنا دواء، الدواء بيأثر، مش لأنه تطور الطب وصار يعمل عمليات، نحن هول مهمين، لكن الأهم منه لما نأمن لهم صحة الغذاء والماء وسلامة البيئة اللي هن فيها. للأسف بلبنان إذا طلعنا على ثلاث شروط، لا في صحة، الماء غير متوفر قبل ما نقول عن نوعيته، الغذاء ملوث بالمياه المبتذلة والصرف الصحي والمي اللي مش مراقبة، والبيئة اللي موجودين فيها بيئة غير صحية نتيجة عدم التخلص من النفايات ونتيجة ما يسمى نظام الصرف الصحي السيء اللي عندنا. وحضر حالك هلا بكره بس يجي فصل الشتي، لما اذا اجت الشتويه السنه مثل الشتويه الماضي غزيره وربنا كرم علينا بالمي، بجوز عنا نحن الطوف هالمجارير والطوف بعدم كفاءتها ولعدم صيانتها ولعدم تنظيفها الدوري، اللي هي هذه مسؤوليه البلديات والوزارات المعنيه، وتسبب مزيد من الامراض. هلا عم نحكي عن الكوليرا وهي استوردت من سوريا، لكن ما في شيء بيمنع انه تنتشر محليا، بس قبل كم اسبوع كنا عم نحكي عن التهاب الكبد الوبائي A، يعني الهباتيت A، يلي اساسا كان بلبنان وزاد بلبنان وعمل ولهلا بعده موجود بنسبه عاليه بلبنان، وهذا كله بسبب عدم كفاءه المي اللي بنستخدمها وعدم صلاحيتها، اضافه الى عدم كفاءه الغذاء وعدم صلاحيته. فإذا نحن اليوم يعني هذه أحد مظاهر ما يسمى انهيار المؤسسات، يعني نحن المواطن اللبناني الآن يدفع ثمن انهيار المؤسسات وعدم التخطيط وعدم النظرة يعني الاستباقية. نعم، بس دكتور بزري ليه عم بينقال الكوليرا نص لبن محلي ونص عالمي؟ نحن مستوردينها من برا مش من لبنان، لأنه المشاكل اللي تحدثت عنها عمرها سنوات. ايه لانك اياها بدي لك شو، ما هو نحن المشاكل اللي تحدثنا عنها تراكمت مع الوقت. بتعرفي انت اذا عندك مثلا حدا عنده مرض بالقلب وبدخن كثير، يمكن مش من اول علبتين دخان انضر، بس بعد 20 سنه او 10 سنين دخان او 5 سنين دخان ببلش ينضر. نحن اللي عم نقوله انه مضبوط، يعني الكوليرا استوردت من دوله محيط بالجيري بنعرف انه فيها كوليرا. طب نحن كلنا عارفين انه كان في كوليرا من شهر آب، كنا عم نترصد الكوليرا بسوريا. طيب من آب لهلا شو هي الإجراءات التي اتخذت للحماية من حال دخول حالة كوليرا وكيفية احتوائها؟ ما نحن دائما عندنا شيء بنسميه سيميوليشن، يعني محاكاة،
يعني نحن عاده بنطلب من وزاره الصحه ونطلب من الادارات المعنيه ومن لجنه الطوارئ الحكوميه وغيرها انه يعملوا محاكاه لدخول وباء. طب نحن هل عملنا محاكاه لدخول الكوليرا الى لبنان؟ وشو هي المحاكاه؟ كيف ليش نسمح لليونيسف واليو ان اتش سي ار يتركوا مخيمات اللاجئين هالقد مهمله؟ يعني اذا بتطلع تتفرجي على الظروف اللي عايشين فيها، على انه كيف السبتك تانك اللي بحطوا فيها الصرف الصحي مش عم تتنظف ومش عم تتعقم ومش عم تتغير، وبطلوا يلموها لانه ايه تحججوا انه المصفات اللي بتكرر حد طرابلس ما شغاله، اللي بتكرر المجارير. هو نحن بلبنان اساسا ما في شيء اسمه تكرير مجارير، في شيء اسمه ضخ مجارير للاسف على البحر. فكل هذه الامور هي جزء منها عدم استعدادنا، ونحن عم نقول استعدادنا هالشيء لحتى نحمي المجتمع اللبناني. كيف بدكم تحمي المجتمع اللبناني؟ شو عملتوا بلجنة الصحة النيابية بالتنسيق مع وزارة الصحة للحد من انتشار هالأوبئة؟ نحن بكره عندنا قاعدين اجتماع، انا عم حط لجنة الصحة النيابية بما يسمى بالنظرة إلى خطر الأوبئة. هذا الجواب عليه هو المفروض يكون جواب جماعي. يعني اليوم انتشار الأوبئة ليس مسؤولية وزارة الصحة فقط، هو مسؤولية وزارة الموارد المائية والكهربائية، وزارة الداخلية، وزارة الطاقة، هول كلهم وزارات معنيين بالصرف الصحي وبالمي وبالبلديات وبالإدارات المحلية. يعني هول هذه مسؤولية. يعني إذا أنت برمتي بلبنان هلأ ما بتشوفي أكوام النفايات المراكمة بالشوارع، بس لأنه الخطط مش عم تمشي، ولأنه ما في أموال، ولأنه بدها موازنة بالأموال وهي مش موجودة. نحن عم نحكي عن حلول يعني مش رح تتطبق. مش هيك دكتور بزري؟ فإذا نحن عم ندفع هذا. هلأ المطلوب آليا وبسرعة معالجة موضوع الصرف الصحي بالمناطق اللي فيها بؤر انتشار وباء الكوليرا، ومعالجة موضوع المياه اللي بتوصل للناس المصابين بالكوليرا. صحيح هلأ المصابين سوريين، بس صار في مصابين محليين، لأنه نتيجة التماس، وبكرة ممكن تصير الإصابة أكثر عند اللبنانيين. بس بالأول كيف بدنا نطببهم؟ يعني هلأ المنصاب من اللبناني يمكن ما يقدر يدخل مستشفى، يعني اليوم عم تتحرك. هلأ علاج الكوليرا سهل. علاج الكوليرا عبارة عن مصل. المهم الانتباه المبكر، الكشف المبكر، التبليغ المبكر. علاج الكوليرا سهل، عبارة عن مصل لاستبدال الأملاح والسوائل اللي بيخسرها الإنسان، وممكن نعطيه حتى مصل شرب، لأنه الغثيان والقيء يعني المراجعة والاستفراغ بالعمية منن دائما موجودين مع إسهال الكوليرا، بيكونوا أحيانا وما بيكونوا. فإذا الناس اللي فيهم ياخذوا سوائل شرب، مصل شرب بيتأملن لأنه بعوضوا السوائل. وين بدو يتأملن؟ يعني حكيتوا عن اليوم تحديد 10 مراكز صحية لاستقبال حالات الكوليرا، مش هيك؟ صحيح. لقال لك ليه حددنا 10 مراكز صحية؟ حددنا 10 مراكز صحية لسبب بسيط، لأنه اليوم بالمراكز اللي بتستقبل كوليرا أنت بحاجة لتعالجي نفايات المرضى، وخاصة برازون يعني اللي بيظهر من جسمهم بدك تعالجيه بطريقة مختلفة، لأنه نحن نظام السلامة يعني نظام الصرف الصحي عندنا غير كفؤ. يعني أنت متخيلي أنك تفوتي 100 حالة كوليرا على مستشفى، وهذا المستشفى اللي بيطلع من المرضى الأوساخ والبراز عم تكبيها بالنظام الصرف الصحي العادي، عم بتلوثي البيئة. مشان هيك نحن حضرنا هذه المستشفيات لكيفية التعامل مع المرضى، لكيفية تجميع خروجهم، سوري يعني على الحكي على التليفون الصبح، لكيفية نقله، لكيفية متابعته، لتزويدهم بالمصول والأملاح الضرورية اللي بيعزوها، ولتزويدهم بالأنتيبيوتيك الضروري، لأنه الكوليرا هي بكتيريا مش فيروس، بتتأثر بالأنتيبيوتيك. وإذا كانت هذه الكوليرا هي نفسها المستوردة من سوريا، والاحتمال يعني عالي جدا أنه تكون هي نفسها، فهي عندها حساسية منيحة على كل الأنتيبيوتيكس المستعملين، يعني على الدوكسيسايكلين، السيبروفلوكساسين، الأزيثروميتين، وهول متوفرين. ونحن أساسا بالماضي لما كان في كوليرا بالعراق استعدينا من كم سنة كلجنة صح، مش كلجنة صحة نيابية، كلجنة أمراض استشارية من ساعد الوزارة، بسموها أمراض الانتقالية من ساعد الوزارة، وقت اتفقنا أنه نحضر حالنا، وخلينا كميات من الدواء والمصول موجودين، بعضهم صالحين وقادرين نستخدمهم.
إضافة إلى شفت أنت هالبروشورات اللي وزعت بسرعة وكذا، هذه كانت معدة سابقا لمشان الموجة الكوليرا اللي كانت بالعراق وهلأ عم نستخدمها. هل العلاج مجاني على نفقة وزارة الصحة بهالمراكز؟ وين موجودة هالمراكز، على امتداد الوطن ولا بما أمكن معينة؟ هلأ لك المهنة حددوا 10 مراكز، خارطة النهائية ما انحسمت، بس مبدئيا اليوم عندنا اجتماع نطلع عليها، هلأ بعد شوي بدنا نطلع عليها حتى نعطي رأينا فيها إضافي. بعتقد حيكون في مراكز أكثر بالمناطق الانتشار، بس يجب تحضير مركز على الأقل بكل محافظة أو مركزين إذا كانت المحافظة كبيرة لننقل المرضى عليهم. لساعتها أول شيء هيك بنحس المرض، بنضلنا مراقبين الوضع، بنضلنا متبعين إجراءات الوقائية بمنع انتقال الأمراض داخل المستشفيات أو للعاملين الصحيين. ما تنسي في أحد العاملين الصحيين يعني توفت لأنه تعرضت للإصابة هي وعم تسعف المريض، فكل هالأمور هاي سوري اصيبت عفوا يعني سلامتها صحت، بس انه تعرض يعني تعرضت للاصابه لما هي عم تسعف المريض. لذلك كثير مهم انه يكون هون مراكز موجودين. حناخذ بعين الاعتبار انتشارهم بكل لبنان، وحناخذ بعين الاعتبار الوجود السوري بكل لبنان، وحناخذ بعين الاعتبار امكانيه انتقال الكوليرا، لكن مع التركيز على مناطق اكثر من غيرها. هلا الصحه عم بتلاحق مصدر اليوم انتشار الكوليرا، توصلت من وين تحديدا؟ لانه يكون في شيء نسميه نحن بالوبائيات بالطب اندكس كيس، يعني الحاله الاوليه، عرفتي اللي بتبلش الاندكس كيس، الحاله الاوليه بنعرفها او اللي انتبهنا لها، بجوز يكون في غيرها مش منتبهين له، لكن هذه الحاله اللي انتبهنا لها بالتحقيق معه، يعني مش تحقيق بمعنى العسكري، بالتحقيق الوبائي معه، تبين انه هو يقول انه ما راح على سوريا من فتره طويله. نعم. اذا كان ما رايح عن سوريا وكان مزبوط حكي من فتره طويله، معناتها احتمال كثير انه يكون في حدا فايت بجوات بيئته ونقل له المرض، فهي بتفرق كثير معنا اذا كان المريض جاي داخل هلا من يعني داخل مؤخرا من سوريا حيث في بؤره كوليرا كبيره، او اذا كان المريض صار له زمان هون وما دخل، لانه اذا داخل جديد معناتها امكانيه الاحتواء بتصير اسهل. ايه بس كيف بدنا نخليه ندخل؟ من لازم يصير في مراقبه على الحدود حتى ما تدخل اشخاص او مواطنين سوريين او غير سوريين ومعهم كوليرا على لبنان. نعم انا معك بغض النظر، ايه انا بهدي معك، هدي كمان هذا جزء من مسؤوليه الحكومه بتحديد الـ شو اسمه الدخول الى المعابر او غيرها. النقطه الثانيه حتى ما نحط بس الكوليرا انه دخلت وظهرت، خلينا نتذكر انه في مرض بنفس خطوره الكوليرا وبيعمل مرض وبيطول اكثر بهذا اللي هو الهباتيت ا. عندنا 1500 اصابه بلبنان هلا، هذا محلي ما تم استيراده من محل، هذا محلي وهذا نتيجة عدم كفاءة البنية التحتية الصحية اللبنانية. نعم. فإذا نحن يعني نحن اللي بدي أقوله من خلالكم إنه علينا إنه نضغط على المسؤولين اللي مسؤول، طب إذا مش طالع بإيده ما يقعد. بس نحن متكلين عليكم أنتم النواب، يعني ضغط الشعب شو بده يعمل قدام ضغطكم، خصوصا بلجنة الصحة النيابية. نحن حنعمل وجبتنا، أنا عم بعمل حنعمل وجبتي كنايب، وحعمل وجبتي كأخصائي، نحن يعني نحن حنعمل وجبتنا كأخصائيين مثل ما عملناها وقت الكوفيد والكورونا وأكثر، وعم نوقف معهم كل يوم، وهلا أنا وياهم، وهلا بعد ما أتركك نحن رايحين على اجتماع نحن وياهم لحتى نتعاون، لكن أنا برجع بقول لك المسؤولية ليست وزارة الصحة، المسؤولية مسؤولية وطنية عامة، يعني كل أجهزة الدولة، مثل ما فهمت اليوم رئيس الحكومة داعي لاجتماع عنده لأكثر من وزير ولأكثر من إدارة، وأنا برأيي هذه خطوة على الطريق الصحيح. انك تدعي لانه مواجهه وباء داخل مش بس وزاره الصحه، مواجهه وباء داخل مثل ما تفضلت وقلتي، بده معابر، بده قوى امن، بده وزاره داخليه للبلديات، بده وزاره طاقه للكهرباء، بده وزاره موارد بدها خط طوارئ صحيه، بده اشغال عامه، بعدين خط طوارئ صحيه هذه مصطلحات حلوه بنستعملها وبتبين عن ايه، بس لازم الكل يكون جهوزيه لانه نحن قادمين على تغير الطقس، وتغير الطقس يعني في اوبئه او في فيروسات عظيم. انا معك، ولذلك المطلوب يعني بس نقول شو هي الخطه، الخطه لها عناصر،
ما هيدي يعني ما حدا فينا عم يخترع شيء مش موجود، كل دول العالم عندها هيك شغلات وهذه موجوده. المطلوب الشغلات اللي مثبته عالميا نحاول نطبقها علينا ضمن الامكانيات المحليه اللي متوفره عنا، ونعرف شو نطلب مساعده من المجتمع الدولي. يعني نحن اليوم السؤال انه كمان في اليوم ضغط على اليونيسف انه انت ليه تركتي واقع الصرف الصحي والمياه هالقد سيء عند اللاجئين؟ انعدت منا منظمات يعني دوليه، انعدت من اللبنانيه بطلت تشتغل مثل ما لازم. عديناهم شو سريعين نحن العدوى. نحن شعب شغيل، بس يمكن يعني للاسف الظروف مش اللي بدي اقوله هلا. لا ننهي. نعم. اللي بدي اقوله انه ما في داعي للخوف والقلق، بس في داعي للحذر والتيقظ، وفي داعي لدعوة. ونحن بكرة كلجنة صحة نيابية حيكون لنا موقف واضح وصريح باجتماعنا غدا كمان، وعم ننسق مع الوزارة ولح ننسق مع الإدارات والوزارات الأخرى، وحنطلب حتى المجتمع الدولي، وحنكون واضحين بتحديدنا. علينا أن نتذكر نحن دائما نحن بنفكر أنه الدولة شغلتها تحكم وتطبب وتعمل عمليات وتعطي أدوية وكذا، لا، الدولة عندها شغلة بنفس الأهمية وأهم، هي أن تمنع انتشار المرض. الدولة عندها مهمات تمنع الأوبئة يعني والفيروسات اللي ناتجة عن الصرف الصحي، اللي ناتجة عن عدم المراقبة للمياه، حتى عن اللي ناتجة عن النفايات. حضرة النائب، بدي لك كلمة، يعني أنت اليوم مثلا بتعرفي انه بلبنان عندنا حتى الان على الاقل مسجله 3 حالات داء الكلب. نعم. يمكن العالم ما بتحكي فيها كثير، بس داء الكلب هو اي حاله وحده اكثر من اللزوم. هلا عندنا 3 حالات داء الكلب بلبنان؟ مش انه هلا يعني تسجلوا فيه. نعم. يعني خلص وراحوا، لانه عاده داء الكلب حاله مميته. فاللي بدي اقوله انه هذا احد اسبابه هي كثرة النفايات بالشوارع، وعدم مكافحة أو معالجة موضوع الكلاب الشاردة. نعم. لأنه أنت بتعرفي نحن عنا الكلاب بيجي من عضة الكلاب، ما بيجي مثلا مثل برا من عضة يعني. على كل حال نختصر أن الدولة لازم تأمن بيئة صحية للمواطن اللبناني، هيدي أقل واجبات، مش هيك يا دكتور بزري؟ على الأقل أن تعمل جاهدة. نعم. على كل حال نحن بدنا نشكرك، رح نتابع موضوع الكوليرا لحتى نشوف شو بده يصير بهالإطار، لأنه الناس يعني خايفة، وخصوصا أنه هي رح تحمي حالها، بس الحماية المنزلية اليوم واليومية والحياتية ما بتكفي، بدها حماية على صعيد الدولي. شكرا لك اليوم ضيفنا عضو لجنة الصحة النيابية النائب دكتور عبد الرحمن البزري. إلى الصناعة. وبدي أشكر كمان اللي بعده معنا واللي عم يسمعنا، دكتور زاهي الحلو. دكتور بدنا نشكرك، كنت عم تتابع معنا الموضوع. عندك تعليق شيء على اللي قاله دكتور بزري؟ لا أنا موافق 100%، ومثل ما قلنا لازم مثل ما قلت لازم خطة طوارئ صحية. أول شيء حل موضوع النفايات والمياه الشرب، هيدي شغلة كتير أساسية، وأكيد مياه الصرف الصح لازم كمان. شكرا لك دكتور زاهي الحلو. أصدقائي المشاهدين والمستمعين، بدنا نحكي عن الصناعة، القطاع الصناعي اليوم نحن متكلين عليه لحتى ينمي الاقتصاد، ولما بينمى الاقتصاد بيصير في أموال بتقدر الدولة تقوم بالمشاريع اللي لازم تقوم فيها. على كل حال أمنيات، ما مدى جديتها بالموازنة الجديدة؟ أي متى رح تطلع هالموازنة؟ نحن لازم نكون بموازنة 2023 مش 22. اليوم وزير الصناعة بحكومة تصريف الأعمال ضيفنا النائب جورج بوشكيا بعد هالفاصل.